عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنتكلم معاكم على موضوع هو يعتبر أحدث صيحة من صيحات الدريلينج، دايركشنال دريلينج، ألا وهو موضوع اسمه الروتري ستيرابل سيستم. موضوع اسمه الروتري ستيرابل سيستم. طيب ايه بقى الروتري ستيرابل سيستم ده يا جماعه؟ احنا قلنا يا جماعه ان احنا في الفتره اللي فاتت دي خدنا التطور بتاع الديفليكشن، قلنا خدنا عن الويب ستوك، خدنا عن الجيتنج، خدنا عن الروتري بي اتش اي واتكلمنا فيه باستفاضه شديده جدا، خدنا بعد كده الماتور واتكلمنا عليهم. النهارده بقى هنتكلم على اخر حاجه اللي هي الروتري ستيرابل سيستم، اللي هو حضرتك ممكن تعمل ستيرنج اثناء ما انت ما بتحفر او انت بتعمل روتيشن. طيب باختصار شديد، الاثنين تكنيك، في نوعين اتنين، يعني في نوعين اتنين او في اتنين ميكانيزم عشان تعمل روتري ستيرابل ده. في عندك حاجه اسمها بوينت ذا بت، ونوع تاني اسمه بوش ذا بت، خلاص. وكل شركه ليها المسمى بتاعها، يعني مثلا على سبيل المثال تلاقي مثلا شركه بيكر تقول لك انا اسمه اوتو تراك، شركه مثلا شلامبرجير يقول لك والله مثلا انا النوع بتاعي فيه عندي اسمه باور درايف اكسيد، ده بوينت ذا بيت، ونوع تاني اسمه اكس 6، ده اسمه باور درايف اكس 6، يعني ده بوينت ذا بيت، سوري بوش ذا بيت. فانت عندك يعني مثلا عندك اوتو تراك، عندك سبيري سان مثلا، عندها جيو بايلوت، عندك ويزر فورد، مش عارف عندها ايه. يعني قصد كلامي ان هو كل شركه ليها الحاجه بتاعتها، يعني اوكي، او ليها المسمى بتاعه التجاري، لكن هو المبدا واحد، الفكره واحده، خلاص. فعندك نوعين اتنين، في نوع اسمه بوش ذا بت، ونوع تاني اسمه بوينت ذا بت. يعني ايه بوش ذا بت؟ الفكره باختصار شديد يا جماعه ان انا عايز وانا بحفر ابني زاويه، او اوقع الزاويه، او هولد على الزاويه، او اعمل اي حاجه. فبعمل ايه؟ بقول لك والله بعمل بوش ذا بت، يعني بدفع الدقاق، ادي له كتف يمين كده ولا حاجه، كتف يمين، فيقوم هو يتني الناحيه التانيه ويكمل في المسار ده. انا كنت مثلا رايح ابعد عن التارجت، فلما اديت له كتف يمين مثلا في حاجه عملت له. طيب، او من الاساس خالص ان انا اقعد اوجه الدقاق من الاول خالص عن طريق كذا. ده ليه ميكانيزم وده ليه ميكانيزم، ده ليه طريقه تصنيع وده ليه طريقه تصنيع، ده ليه شغل وده ليه شغل تاني. فهو باختصار شديد بنقول اهو ان البوش ذا بيت ده عباره عن سايد فورس ابلايد تو ذا بيت تو انكريز سايد كاتنج اكشن. مش احنا كنا بنتكلم يا جماعه في الروتري بي اتش اي ان احنا بيبقى في عندنا حاجه اسمها سايد فورس بتنتج على الدقاق نتيجه والله ان احنا مثلا موجود في عندك قوه بتبقى موجوده في تحت تاثير الجاذبيه مثلا اللي هي في الدرير كولر، وبالتالي حضرتك مثلا بينتج البنديليوم لو انت تحت تاثير الجرافيتي، او بينتج البندنج مثلا او البيلد اللي هي تحت التاثير يعني اللي هو الفول كارم افكت او غيره او كده يعني. طيب دول بينتجوا، حلو. انا بقى المره دي هعمل ايه؟ انا لا، انا اللي هنتجها، يعني انا اصلا اللي هعمل السايد فورس دي، عشان كده بقى اسمها بوش ذا بيت، انا اللي هعملها بايدي، خلاص. حاجه ارتفيشال بقى، شغل الارتفيشال انتليجنس هو تطبيقه حرفيا على النموذج ده، بوش ذا بيت وبوينت ذا بيت، اوكي. فالنموذج الاولاني زي ما قلت كده بزق انا الدقاق ان هو يعمل ايه الشغل اللي انا عايزه، خلاص. طب النموذج الثاني بوينت ذا بيت أو introduces an offset to the bit trajectory analogous to steering with a bent motor. يعني حضرتك ايه؟ انا دلوقتي بوجه الدقاق، بوجه الدقاق ليه؟ للزاويه اللي انا عايزها، من خلال ان انا بعمل له الايه؟ الاوفست بتاعه. طيب بنقول اهو الروتر ستيرابل سيستم زي ما انت شايف كده اهو، تخيل معايا ادي الدنيا ماشيه في السالك خالص اهو عادي، ده الماتور، ده الدقاق بتاعنا، ده ستابلايزر، ده بعد كده الماتور اهو. فالماتور فوق اهو، لو احنا قلنا مثلا ده بوش ذا بيت، يقول لك ده اسمه نان روتيتنج مثلا سليف، واخد بالك انت؟ بتبص على النان روتيتنج سليف ده بتلاقي فيه ثلاث بدات، في كام؟ في ثلاث بدات اهو، فبقول لك اسمها هيدروليكالي اكشويتد جايد شوز، خلاص اهو زي ما انت شايف كده اهو. لو فتحنا، لو جبنا الحته الكبيره ديت تلاقي هنا، خلاص. فبنقول لك ده بيعمل ايه؟ ده حضرتك بيجي عامل بالظبط زي ما قلنا اهو، اللي هو التانجنشن فورس بتاعتك ديت، او التانجنسي بوينت. فانا بقول لك ايه؟ التانجنسي بوينت ده بتبقى موجوده هنا، فلما حضرتك فتحنا الباده مثلا، او فتحنا باده من هنا، فزقنا السترنج على الناحيه دي، فايه اللي يحصل؟
فالدقاق التانى كده يعني حصل له اللي هو اللي احنا نرجع بقى للمحاضرات اللي احنا حكينا عليها في البي اتش اي في الروتري بي اتش اي، فانتنى الناحيه دي فعمل بيلد. طب لو انا فتحت التانيه العكسها مثلا عيدتني كده فيعمل دروب او هيعمل هولد او وات ايفر بقى خلاص. فده ايه ده نموذج، واخد بالك؟ ده النموذج او الايرلي كونسبتس يعني بتاعت الشغل ده. طيب بنقول هو عندك روتري ستيرابل سيستم، هو بيتكون من حاجتين رئيسيتين تبقى حافظهم زي اسمك، حاجه اسمها كنترول يونت وحاجه اسمها بايس يونت. اللي هي البايس يونت ديت اللي بيبقى مسؤوله عن شغل البوش زابيت يعني. اوكي ده مين ده شغل اللي هو اللي اسمها البايس يونت اللي احنا حكينا عليه. طيب الكنترول يونت بقى ده اللي فيها التحكم بقى، ده باختصار شديد كده انا دلوقتي شغل الارتفيشال الصناعي يعني الذكاء الاصطناعي، يعني حاجه تفهم، اله تفهم اللي انت بتقوله. يعني زي مثلا ما تجيب الموبايل بتاعك كده وتحطه قدام وشك فيشوف وشك فيجي فاتح، او تحط بصمه عينك مثلا في الجوازات ولا في اي حاجه فتعدي، اسمه ارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي. فاحنا كذلك بندي شويه اوامر للبتاع وهو تحت للدقاق للموتور ده وهو تحت الار اس اس فيتحرك يمين او شمال زي ما انا عايز. فانا بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها داون لينك. لو مثلا بقول والله مثلا هقلل البريشر وليكن مثلا لحد 20% وبعدين ازوده تاني وبعدين ارجع اقلله وبعدين ازوده، اللي هو بعمل له كود مثلا، خد بالك؟ فهو يفهم من خلال الكود ده على شريحه متسجله تحت ان انا لما ادي لك الكود ده وتلاقي تغيرات في البريشر ورا بعضها بالشكل ده افتح الباده الفلانيه، فيجي فاتح خلاص فتلاقي نفسك بتعمل هولد، او اقفل الباده التانيه فيجي قافلها فيجي برضه عامل دروب وهكذا خلاص. فده باختصار ده الكنترول يونت ودي اسمها البايس يونت. في نوعين اتنين عندك اهو زي ما بنقول، نوع اسمه بوينت ذا بيت زي ما قلنا ادينا مثال لشلمبرجير مثلا اللي هو باور درايف اكسيد، ونوع تاني اسمه بوش ذا بيت زي الباور درايف اكس اس اكس اللي هو ايه برضه طبعا شلمبرجير الاثنين دولت يعني. طيب بنقول اهو بادز اكستند داينامكالي فروم ا روتيتنج هاوسنج، بنقول نوت سوتابل فور اوبن هول سايد تراكنج اور بيت باي سنتر بيتس. طيب ادي بقى البايس يونت ديت يا جماعه بتشتغل ازاي، الميكانيزم بتاعها بنقول ان هي من جوه هنا يا جماعه في فالف كده موجود بلف بيفتح من خلال بريشر مثلا، يكون يقول لك انا محتاج التول عشان تشتغل محتاجه 700 او 800 بي اس اي، يعني حضرتك لو خدت لوسز هيقول لك انا عايز اطلع، الراجل بتاع الدايركشن ورك خدت توتال لوسز ولا خدت حاجه يقول لك لا انا عايز اطلع مش هينفع اكمل في السكشن ده. ليه؟ لان مش التول مش قاريه معايا، مش شايف حاجه، مش عارف هبعت ولا اجي ولا خلاص، هو محتاج بريشر ماي عشان يفتح البدايات ويعمل الكلام ده كله خلاص. فبنقول اهو بوش ذا بيت اهو، بنقول هاز 3 بادز لما قلنا في لها 3 بادات اهو زي ما انت شايف اهو driven by hydraulic actuator. بنقول the pads apply lateral force to the formation، واخد بالك؟ بيدي lateral force على الفورميشن وبالتالي بيتحرك الدقاق في الاتجاه العكسي and push the assembly in the required direction. ادي عندك اهو ده اسمها باد ان يعني الباد وهي مقفوله اهي، وادي الباد اوت اللي هي وهي مفتوحه ابروكسيميتلي ايه 3 ارباع انش اوف ترافل، يعني حاجه بسيطه خالص بس بتفرق خلاص زي ما قلنا يعني. تمام كده يا شباب؟ طيب زي ما انت شايف اهو ده السكشن بتاعها اهو، لو قلنا اهو ده عباره عن ديسك فالف موجود تحتيها اهو، ده اللي احنا بنحكي عليه اد ديسك فالف اهو. انا لما بديها من فوق اشارات زي ما بقول لك بديها داون لينك كده فهي تفتح، بتاخد مثلا اوامر معينه وفي شريحه بقى متسجل عليها الكلام ده مثلا شريحه ذكاء اصطناعي موجوده تحت، فبديها اوامر معينه مثلا على البريشر على البريشر مش عارف مين كذا اللي هو داون لينك ببعته. وطبعا ده قديم قديما يعني مثلا ممكن ده الكلام ده من 5 سنين كان في الداون لينك اللي هو بيتباع عن طريق البريشر، دلوقتي لا ممكن تبعت اوتوماتيك الداون لينك من غير لا بريشر ولا اي حاجه اللي هو اوتوماتيك اثناء ما انت شغال بقى في السيستم ده موجود. طبعا تطور كل يوم، بس انا بدي لك ايه الحاجات المثاليه اللي احنا شفناها يعني. فحضرتك اهوت مثلا دي باده اهي ودي باده ودي باده وهكذا، فبيعمل ايه حضرتك؟ اول ما بدي له امر فبيجي الفالف ده متحرك مثلا من هنا وقافل على هنا فتيجي فاتح لك الباده اليمين، او يلف الناحيه الثانيه مثلا اللي هو اللي احنا بنحكي عليها دي اللي هو الديسك فالف ده فيقفل لك ناحيه ويفتح، يعني يقفل على الاثنين ويفتح ناحيه واحده خلاص اللي احنا بنحكي عليها دي. فبنقول اهو البايس يونت هيدروليكس، بنقول ذا بايس يونت بادز ريكواير ا كونستانت اوبريتنج بريشر من 600 ل 750 بي اس اي مثلا، او ممكن في حاجات تانية اعلى من كده. عشان كده لما تيجي تاخد لوسز الراجل يقول لك لا شكرا ما مش هشتغل كده، ليه؟ ما مش التول مش قاريه معايا، مش عارف اعمل اي حاجه،
فنطلع نغيره ساعتها بإيه؟ بموتور بقى أو بأي حاجة تانية. No required for all tool sizes، يعني required for لكل السايز بتاعتك من أول 26 لحد 5 و3 ترم. طيب الأوبريشن بتاعتها بتشتغل إزاي؟ بنقول في كوماندز يعني أوامر are set up on smart disk، بتبقى موجودة على شريحة ذكية، وبتبقى موجودة الكلام ده موجودة في الكنترول يونت، مش في البايوس يونت معلش، بتبقى موجودة فين؟ في الكنترول يونت. خلاص. وبعدين بنقول these commands، الأوامر دي are performed from the surface through downlink، يعني الراجل بيبعت downlink من فوق فيديله الأمر، وهو عنده متسجل على الشريحة تحت الأمر ده، فاللي تحت ده يفهم من اللي فوق بقى. هو داون لينكس دي بتعمل ازاي؟ بان انا بغير ار تشينجينج ان ستروك بير مينت، طبعا لما تغير الستروك بير مينت هيتغير البامب بريشر اللي هو انكريز ديكريز بخلال حوالي 20% منها. يعني مثلا كنا على سبيل المثال كنت شغال مثلا بستروك بير مينت وليكن سي 60 او 50 مثلا، فيقل مثلا، يبقى انت لا تقول والله ايه، لا ساعتها يقل 20%، يعني انزل بالاستروكات تقول له انزل ل 40، ايه على تاني ل 50، طب انزل ل 30، طب اطلع ل 50، وهكذا. اللي هو بتدي له اوامر ورا بعضها، اشتغل لمده دي مثلا دقيقه وبعدين بعدها كذا كذا، اللي هو في بلصات رايحه له مختلفه. اوكي، فدي هو بيفسرها تحت اللي هو الداون لينك ده عن طريق زي ما قلت لك اللي هو الديسك بتاعك ده، فبالتالي بيديك الامر ده اللي هو البريشر بتاعها، هو بيفسره ويترجمه ويدي الامر وينفذه. This change in pressure actuates the disk valve responsible for opening the bed so can change direction and perform build او drop او hold للسكشن اللي انت عايزه. بنقول this is checked by the surveys every from the MWD tools كل مره، يعني ده لازم اشيك كل مره اخد سيرفي واعرف ساعتها انا بعدت عن التارجت، اقول له اعمل drop، اخد سيرفي في اللي بعدها لقيت نفسي بعدت كذا وهكذا، واكمل بهذا الشكل. طيب البوينت ذا بت بقى، بوينت توجيه الدقاق، انا المره اللي فاتت ده كان بوش ذا بت، المره دي بقى عايز اوجه الدقاق. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك انت فاكر احنا عملنا لك بقى، احنا هنا قلنا لك بقى احنا في التصميم بتاعه عملنا حاجه اسمها السنتريك رينج وحاجه اسمها فوكال بيرنج. يعني ايه الكلام ده؟ السنتريك رينج دي يا جماعه يعني هي مش مستقيمه، يعني هي اصلا بدل ما انت بتقول بفتح البلات، هي اوريدي اصلا مش متسنتره، حاجه مش متسنتره. فلما تبقى مش متسنتره فانا اوريدي ببقى عامل ميول في الشافت بتاعها بقى، يا يمين يا شمال يا غيره زي ما يجي. خلاص، فبالتالي يبدا هو يلف ويعمل لك ايه الشغل اللي انت عايزه. فنقول بوينت ذا بت، ذا بوينتنج ديبندز اون سيندنج سيجنالز فروم ذا سيرفيس تو ذا ستيربل سيستم، للسيستم نفسه، سو ذا افكت ويل بي ثرو الاسنتريك ريج اند ذا فوكال بيرنج. الاثنين دولت هم اللي بيتحكموا، واي كان حضرتك بالظبط بتشتغل بيها، ان انت ايه لو مثلا السنتريك ريج جت الناحيه دي ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل له دروب زي ما انت شايف. طب لو هي اتعكست وجت لفوق هيبدا يعمل بيلد الناحيه الثانيه، وهكذا. بنقول اهو those two points act as adjacent points to make drop او build او hold. اوكي، طيب هناخد معانا بقى اول نموذج اهو اللي هو بوينت ذا بت، نسمع الفيديو بتاعه. Geopilot rotary steerable system. As part of the pilot fleet of automated drilling systems, the Geopilot is the industry's most proven point-to-the-bit rotary steerable system. Azimuth Organa and inclination sensors just 1 meter from the bit provide tight control on wellbore placement and geosteering. The bit is pointed by flexing the internal drive shaft. The advanced geospan downlinking system provides total control while on-bottom drilling without interrupting the drilling process. The shaft is flexed using a pair of eccentric rings controlled by a gear and clutch system. This design is capable of over 12,000 possible settings, generating up to 6 degrees per 30 meter doglegs, and makes the Geopilot virtually immune to formation tendencies. Designed to exploit the proven benefits of extended gauge bits, low wellbore friction, improved hole cleaning, low vibration, and longer bit life.
This makes the GeoPilot ideal for drilling extended reach wells and ultra-long horizontal sections through the reservoir for maximising production. The GeoPilot is also excellent for open hole sidetracks from existing wells. It is well suited to drilling everything from simple wells to the most complex 3D well designs, such as connecting multiple marginal targets for higher recovery. Successful in a wide range of applications from ultra-deep water to advanced geosteering to vertical performance drilling, the GeoPilot consistently rises to the challenge and reduces drilling time and cost. For maximum drilling efficiency and precise wellbore placement, look to the GeoPilot rotary steerable system. تمام يا جماعة، ده الموضوع بتاع البوينت ثابت. طيب ناخد بقى الفيديو التاني بتاع بوش ثابت. خلاص؟ The Weatherford Revolution Rotary Steerable System, RSS, is suited for deployment at high pressure, high temperature, and high dogleg wells. Our suite of solutions provide exceptional control, rate of penetration, and pay zone exposure to optimize your directional drilling operations in hole diameters from 5 and 7/8 to 22 inches. Included with the Revolution system is the Downlink Commander, which enables bi-directional communications between surface systems and downhole tools. The Revolution RSS delivers full 3D directional control in a closed-loop system. In conjunction with Downlink Commander, the system is capable of a full range of directional drilling applications, including vertical and horizontal control, vertical kickoff, and complex 3D well paths. The RSS assembly consists of an integral stabilizer fitted on the HEL MWD collar, a short non-rotating bias unit, and a lower pivot stabilizer. The upper collar of the RSS bias unit houses control electronics, the brains of the tool, and the lithium battery power pack. The control electronics insert contains navigational sensors, including the accelerometer and magnetometer package, a CPU, memory boards, and the world's first high-temperature angular rate gyro to detect and mitigate damaging shock and vibration when drilling in extreme environments. The non-rotating unit mounted on the main rotating shaft enables the shaft to be deflected in any required direction to accurately control the well path. Anti-rotating levers, or ARLs, mounted radially on the sleeve stabilizer blades hold the bias unit non-rotating sleeve steady. The lower pivot stabilizer acts as a fulcrum point, transferring shaft deflection and pointing the bit face in the required direction. The RSS bias unit drive shaft runs through the center of the non-rotating sleeve, delivering torque to the bit. The shaft can be deflected in any direction at the appropriate angle to build the desired dogleg. The drive shaft deflection is transferred through the pivot stabilizer and therefore points the drill bit face in the required direction with the correct amount of tilt to achieve the planned well path. The drive shaft is deflected off-center by the piston manifold housed inside the non-rotating sleeve. Deflection is parallel to and along the length of the sleeve piston manifold housing. Therefore, no point load is transferred to the shaft. The Revolution System piston manifold consists of 12 banks of pistons mounted 30 degrees apart. As the center shaft rotates, it operates an internal hydraulic pump. A commutating valve is located on the rotating shaft. As the shaft rotates, the valve passes each bank of pistons once per revolution.
the position of the commutating valve is referenced to the navigational sensors mounted in the control electronics. Therefore, the position of the valve with respect to high side tool face or magnetic azimuth is known at any given time. A solenoid valve is operated when the commutating valve is adjacent to the bank of pistons that are to be energized. When the solenoid valve operates, the high-pressure hydraulic fluid is directed to the bank of pistons, pushing them outward and deflecting the piston manifold and rotating shaft in the opposite direction. The Revolution Suite includes four versatile systems to meet a range of drilling challenges. With a point-the-bit design, real-time measurement of key parameters, and advanced communication, the Revolution RSS helps you drill wells precisely, efficiently, and smoothly.